ما هلا وصلنا لمحطتنا التالية نور، وبنعرف انه كان في حالة من الاندفاع عند الشباب والحماس من بداية 6 شباط الى اليوم لتقديم كل شيء بيقدروا يقدموه بكل المجالات، كل واحد ضمن اختصاصه، واحيانا في جمعيات كان اختصاصها مختلف، ولكن خلينا نقول غيرت نشاطها لحتى تكون داعمة ضمن هالفترة وتقدم طبعا دعم لكل المحافظات المنكوبة والمتضررة بمجالات إن كانت إغاثية أو إن كانت دعم نفسي. أكيد سلمى، يمكن من تاريخ الحادثة والكارثة الإنسانية في 6 شباط جميع المؤسسات والمبادرات والجمعيات الخيرية الموجودة على الأرض وقفت جميع نشاطاتها واتجهت البوصلة لدعم جميع أهالينا المتضررين في المحافظات المنكوبة. اليوم ضمن فقرتنا رح نتعرف سواء على الجهود اللي عم تستمر ضمن شباب متطوع جمعية مجال الحاضنة لجهود فريق كنا وسنبقى بمجال الإغاثة والدعم النفسي، كثير مهم يمكن اليوم ضمن المجال الإغاثة الدعم النفسي والمعنوي عم نركز عليه بشكل مستمر، وعم نشوف توجه كثير كبير اليوم لجميع المبادرات الإنسانية الموجودة على الأرض. نحكي عن هذا الموضوع أكثر، بنرحب بزكريا صادق عضو هيئة عامة في جمعية مجال وديانا قضح عضو مجلس إدارة في جمعية مجال. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباحكم. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. صباح النور. رح نبلش معك زكريا، خلينا نتعرف أكثر على جمعية مجال وارتباطها بكنا وسنبقى، من أمتى بدأتوا مع بعض وكيف كان هذا الاجتماع بالفترة الأخيرة طبعا ضمن الحملة اللي قمتوا فيها للإغاثة؟ تماما. هلا جمعية مجال هي جمعية أشهرت في عام 2021. ركزنا على 4 أهداف أساسية بالجمعية. أول شيء كان الهدف الرئيسي هو التأمين الرعاية للأطفال من ذوي الإعاقة عن طريق برامج خاصة لدمجهم بالمجتمع. اشتغلنا على تفعيل نشر الوعي وتفعيل القيم الاجتماعية. اشتغلنا على تأمين ظروف حياتية كريمة للأسر الأكثر هشاشة سواء عن طريق مساعدات غذائية أو غير غذائية. والدور الأهم كان هو تفعيل دور الشباب بالمجتمع وتأمين الدعم اللازم لهم، لأنهم يعني هن المستقبل. نحن كفريق كنا وسنبقى تطوعي لقينا وجودنا على الأرض كحالة تنظيمية بشكل جمعي هو بيعطينا كيان وميزات أكثر. فأخذنا أشرة الجمعية بعام 2021، عملنا عقد احتضان بين فريق كنا وسنبقى وجمعية مجال. فينا نقول إن هن وجهين العملة واحدة. صحيح. يعني هن مترابطين مع بعض بشكل كامل. فريق كنا وسنبقى تطوعي بالشغل على عدة مبادرات استجابة، هو نفذ أكثر من 50 مبادرة اجتماعية. بالشغل بتياب العيد، بالشغل بحلو العيد، بيعمل مطبخ برمضان، بالشغل على حملات توعية، حملات تعليمية طبية. الجمعية في مجال تشتغل على برامج وأنشطة خاصة واضحة إلى أهداف وإلى نتائج. طيب رح نكمل معك زكريا بجميع النقاط الأساسية اللي حكيت عنها، بس خلينا ننتقل إليك ديانا وحكى عن مجموعة من البرامج المجتمعية عم تقوموا فيها على الأرض، والأمانة اليوم كل الشباب السوري عم يقدم مجهود كتير كبير، عمل تطوعي فعليا نعتز ونفتخر فيه، دائما بتذكر قديش فعليا بالأزمات وبالكوارث عم يكونوا إيد واحدة وعم تشتغلوا، برامج هادفة يعني دائما بتكون مدروسة بالاشتراك مع مختصين، في خطة عمل عم تقوموا فيها وفي نتائج، هي النتائج فعليا تعطيكم فينا نقول حافز للاستمرار ولتكملوا. هلا بالنسبه للبرامج اللي عم نشتغل عليها، نحن عم نركز اكثر شيء على برنامج الدعم النفسي للاطفال. ممكن تكون برامج دعم نفسي منتظمة أو غير منتظمة. هلأ برامج دعم النفسي المنتظمة هي البرامج اللي نحن بدنا يوصل هدف للطفل، يعني شيء يستفاد منه يترك أثر فيه. برامج دعم النفسي الغير منتظمة هي يلي بمعنى الكلمة إنه لحتى تفريغ طاقات الأطفال نرسم لهم بسمة، هي عبارة عن نشاطات إما حركية أو رقصات وبنهايته بيتوزع ألعاب وهالقصص يعني. عم نشتغل كمان على برامج توعوية بتكون عن جلسات حقوقية أو جلسات صحية. من فترة عملنا جلسات توعوية لأهالي اللي بيعانوا، اللي عندهم أطفال صعوبات التعلم، كيف يتعاملوا مع طفلهم بالبيت، كيف أصلاً يكتشفوا إنه طفلهم يعاني من صعوبة التعلم. عملنا جلسات صحية للتوعية لأمراض مثل سرطان الثدي، سرطان البروستات. يعني عم نحاول نشتغل على جميع الأشياء
يلي بتحكي عن الحقوق الانسانيه. من فتره كمان عملنا برنامج 16 يوم لمناهضه العنف القائم على النوع الاجتماعي. هذا البرنامج كان مستفيد منه مو فقط المراه ولكن كمان الرجل والاطفال والوجهاء. كانوا 16 يوم اشتغلنا فيهم مع كل الفئات اللي قلت لك عنه. طيب يعني اليوم زكريا الجانب الإغاثي والجانب الاجتماعي أو النفسي هنا جانبين ارتبطوا ببعض خصوصا بهي الفترة الماضية، كان لازم يكون التخطيط سريع. يمكن بالبداية الكل توجه انه نحن بدنا نقدم، حتى كنا عم نتابع صور من للفريق وهن عم بجهزوا قوافل المساعدات طبعا الإغاثية المتنوعة. فخلينا نحكي عن تجهيزكم بهذا الفريق، وهل كان في تشبيك بينكم وبين جمعيات أخرى؟ تماماً. لا، رحنا مثل أي جمعية أو أي فريق، أول ما سمع بالكارثة ففوراً استجبنا للحملة اللي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. فمن ثاني يوم من الكارثة انطلقنا على جبلة، انطلق قسم من الفريق على توجهنا على جبلة أول شيء، باقي الفريق ضل بالشام عم بيجهز القوافل. بلشنا بجبلة، استمرينا مدة 3 أيام بجبلة، عملنا على مساء احتياج، شفنا شوية الأشياء الأساسية. بالشام كانوا عم يجهزوا القوافل كمرحلة استجابة، بدنا نشتغل على الأشياء الأساسية. فاشتغلنا على الأمن الغذائي كحالة طارئة كسلة معلبات، واشتغلنا على حليب الأطفال لأنه هو حاجة أساسية، حليب نان واحد نان اثنين. كمان اشتغلنا أنه نأمن حليب للأشخاص الكبار اللي معهم هشاشة عظام اللي هنا بحاجة حليب دائم. وانطلقت القوافل على الشام، قعدنا 3 أيام بمنطقة جبلة. شبكنا مع هني وجهنا شركة الأمانة السورية للتنمية، لأن كانوا يعني اسم مع مسمى نعمل أمانة، هن كانوا يعني سند كثير هناك لأنه ساعدونا وشبكونا مع وصلونا للحالات المتضررة وزيارة المراكز. زرنا الحفة كمان، منطقة الحفة بريف اللاذقية، شبكنا هناك مع دائرة العلاقات المسكونية كمان مشكورين على الجهود اللي قدموا لنا إياها. وزرنا باللاذقية كمان رمل الجنوبي، فكمان شبكنا مع جمعية موزايك، فهي كانت مغطية المنطقة. والأهم كمان مجلس الشباب السوري اللي هو كان هناك داعم كبير لنا أو يرشدنا بكل شيء بدنا إياه. فشبكنا مع هالجمعيات لقدرنا نغطي النقص. بأول مرحلة اكتشفنا أنه هو كان نقص غذاء، من خلال الزيارات المتكررة على منطقة جبلة فشفنا أنه في كان حاجة كثير لسلة الصحية. يعني كنا رح نعاني من وباء إذا ما كان في الشامبو، تأمين الملابس الداخلية للأطفال والرجال والنساء. فاشتغلنا على التوعيه بخصوص النظافه وامنا لهم سلة صحية. بعدين انتقلنا على منطقه حلب وريف حلب كمان بالتشبيك مع الامانه السوريه. يعطيكم الف عافيه، واكيد جهود كبيره عم تقوموا فيها، والشباب السوري فعليا ما عم يقصر، عم يكون موجود على الارض بكل المحافظات المنكوبه. خلينا نحكي معك ديانا، الى جانب الملف الاغاثي حكينا جمعية برامج عم تقوموا فيها وأنشطة، خصوصا هلا الجانب النفسي والمعنوي، قديش في دعم نفسي ومعنوي فعليا بيحتاجوه الأشخاص المتضررين وخصوصا الأطفال؟ يعني أنت أساسا لما تقدمي الدعم النفسي للعيلة هو بينتقل للطفل وذلك الطفل. خلينا نحكي عن هي البرامج اللي انتقلتوا لها واشتغلتوا عليها اليوم، وفعليا قديش بتأثر بشخصية الطفل؟ طبعا هلا بالنسبة للبرامج اللي اشتغلنا عليها على أرض الواقع، نحن بلشنا مع الطفل. يعني كل أهل وقت يشوفوا طفلهم نفسيته مرتاحة صحيح، أكيد رح يفرحوا. بلشنا مع الأطفال من جلسات دعم نفسي ونشاطات ترفيهية. يعني طبعا الشيء اللي عانوه كثير كان شيء كبير، إذا نحن الكبار شو هي النشاطات اللي عم تقوموا فيها الترفيهية؟ نشاطات ترفيهية من نشاطات حركية، نشاطات رسم لحتى يطلعوا الشيء اللي جواتهم اللي يعانوا منه. كنا عم نرقصهم رقصات كثير كانوا عم يتفاعلوا. وزعنا عليهم بنهاية كل نشاط سلة صغيرة بتحتوي شيبسات والأشياء يعني اللي بيحبها الطفل. بالنسبة للأهل توجهنا بجميع المراكز اللي زرناهم بجلسات توعوية عن التحرش والإهانة اللي ممكن تصير بالإيواء. وعينا يعني كل حدا انه وقت يصير معه حالات تحرش شو لازم يعمل، وزعنا بوسترات بكل مركز زرناه موجود فيه رقم ممكن يتواصلوا معه اذا تعرضوا لاي حاله تحرش لحتى نوصلهم للجهات المعنيه. واكيد يعني اي دعم بياثر فيهم، يعني هن كثير بحاجتنا هلا. اكيد صحيح. زكريا يعني خلال هي الفترة في كثير ناس حبت تساعد من طريق الجمعيات، انه هي تروح تقدم مساعدة مالية للجمعيات تدعمهم
بعملهم اللي هن عم يتبرعوا فيه او عم بيقوموا فيه ويتطوعوا فيه. وايضا كان في عنا مشكله الاسماء المتعدده والمراكز المختلفه، وبالتالي كنا بحاجه انه يكون في ربط بينكم وبين طبعا وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل والامانه السوريه للتنميه وغيرها من الاطراف. كيف قدرتوا خلال هاي الفتره كمان تنظموا هذا الجانب؟ بالبدايه كنا رحنا هون نستقبل التبرعات العينيه من طريق على مدينه جبلي بالتعاون مع وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، هي ترشدنا هناك عند مديريه الشؤون. من قبل مدير الشؤون فهو بيقول لنا على مراكز المراكز الايواء الموجوده بالمنطقه وشو احتياجاتها. بنروح على مركز الايواء فبتكون مسؤوله عنه الامانه السوريه او مجلس الشباب السوري. يعني عم بيصير كان في تشبيك كامل واضح وسريع. عرفتي كيف؟ نحن كثير متعجبين من الحال، يعني حاله كثير ممتازه كنا فيها، هو التشبيك والتواصل المستمر والتعاون. ف دائما بيكون مسؤول عن مركز الايواء مجلس الشباب السوري او الامانه السوريه، وهم بيفسحوا لنا المجال انه نقابل العائلات نشوف الاحتياجات الاساسيه. يعني بحد المراكز كان في حاجه كثير ضروريه لامسناها لحلاق، يعني كان الاطفال بحاجه حلاق، شعرهم طويل او صار لهم فتره بلا حلاق، فكمان صرنا عم استجبنا، رحنا على منطقه جبله دورنا على حلاقين جبناهم، وقلب الباحه جبنا حمام متنقل وجبنا شامبو بلشنا نحمم الاولاد ونعمل يعني حلاقه سريعه. يعني جميل، عم نحكي عن تفاصيل يمكن الناس ما بتنتبه لها قديش مهمه من خلال التشبيك. صحيح. معرفه يمكن الحاله والتواصل مع المتضررين على الارض بشكل مستمر، في كثير من التفاصيل يمكن والمبادرات الجميله اللي الناس تماما ما بتنتبه لها او يمكن بتكون غافله عنها. وخلينا نحكي معك، حكينا الدعم معنوي ونفسي لجميع الفئات، ديانه للاطفال وللاهالي، خلينا نحكي عن برنامج صعوبات التعلم. هي جزء كثير مهم لانه اساسا في كثير اطفال اليوم خارج مدارسهم بسبب هي الكارثه الانسانيه، فاكيد في شراكه مع هيدا البرنامج ضمن البرامج اللي عم تقوموا فيها على الارض مع الاطفال. تمام. هلا مشروع اطفال مجال هو مشروع لصعوبات التعلم للاطفال اللي بيعانوا من صعوبات التعلم. هلا المشروع ما كان المستفيد منه فقط طفل، هو كان على عده مراحل. المرحله الاولى كان عندنا تدريب ل 20 مدرس من مدارس ريف دمشق، ندربهم شو يعني صعوبة، كيف بيقدروا يكتشفوا الصعوبة الموجودة بالمدارس عندهم. التدريب الثاني استقطبنا خريجي كلية التربية، كان تدريب لعشرين مدرس لحتى نعلمهم عن طرق معالجة صعوبات التعلم، شو هي المقاييس اللي لازم يحطوها للطفل، هل رح تكون علاج فردي ولا جماعي. اما بالنسبه للمرحله الثانيه فهي كانت استقطاب الاطفال. نحن استقطبنا 60 طفل للمركز، وكانت تبلش مع المعالجات الفرديه مع كل طفل استاذ يضلوا ساعه باليوم. طبعا التدريبات كلهم كانوا بالتعاقد مع مدرب مختص، واستقطاب المدرسين كان بالتعاون مع وزاره التربيه. حلو. طيب واليوم خرجنا 6 اطفال من الصعوبات. خلينا نحكي كمان اليوم مجال، وكنا سنبقى يعني رح يكون في خطة عمل اكيد بمجالات متعددة اللي كانت اصلا بيقدمها الفريق. وما بعد ما صار في هالشراكة بينكم، هلا نحن مقبلين ان شاء الله على شهر رمضان المبارك، آلية العمل كيف رح تختلف؟ بنعرف انه انتم بالعادة بتعملوا مطابخ، كنا سنبقى ضمن محافظة دمشق لمساعدة الناس اللي بحاجة، هلا صار في عندنا زيادة المحافظات المنكوبة، كيف رح يكون خطة العمل بهالفترة؟ يعني رح نشتغل على المطبخ المتنقل. رحنا برمضان بيطلق فريق كنا وسنبقى مبادرة كسرة خبز، هي بتكون صحيح لقبها مطعم متنقل، هو مطعم بيزور 30 ريف دمشقي، كل يوم برمضان بيروح على ريف بيغطي ما يقارب من 1000 ل 2000 عائلة بأي ريف بيزوره مع نشاط للأطفال، وبنشتغل على الإفطارات الجماعية. كل يوم جمعة بيكون في فطور جماعي منطقة معينة مع الأطفال. هلا الحمل اكبر، يعني صحيح. في محافظات شقيقه هي بحاجه، فرحنا عم نسعى جاهدين وعم نشتغل انه يكون في مطبخ ان شاء الله بمنطقه جبله لنقدر نخدم اكثر. حنشتغل مبادره عيديه اليتيم كمان، نشوف الاحتياجات الاساسيه للاطفال لنرجع لهم شوي من فرحه العيد اللي هن حيفتقدوها هالسنه، يمكن منهم يعيد باب بيته يعيد بمكان ثاني، فنشتغل على هالحاله اللي هن عندهم نعوضهم عن النقص اللي هو موجود عندهم. ورجعنا للطقوس شوي، حلو العيد يعني لأهل حلب ولأهل جبلة.
يا رب. ان شاء الله بنقدر نعمل هذا الشيء يا رب. صحيح. مع قدوم شهر رمضان المبارك يا رب نتمنى انه هي الكارثه والازمه تمر على خير وفعليا وتقدر الناس قد ما فيها تساعد، لانه قلت الحمل كبير ولازم كلياتنا اليوم نكون ايد واحده. خلينا نحكي بالختام، ضمن برامجكم فينا نقول الدعم النفسي والمعنوي والبرامج المجتمعيه حاطين خطه يعني زمنيه بالمستقبل وين مكملين؟ ضمن رمضان الموضوع كمان بيكون صعب، يعني نحن بنعرف الطقوس والحاله اللي بنعيش فيها. هلا طبعا نحن حنستمر بجلسات الدعم النفسي في جميع المراكز، وحنحاول يعني نكون بين جبله وحلب واللاذقيه يعني لحتى نغطي الكل، وبنفس الوقت مثل ما قال زكريا بعيدية اليتيم حنكون بالشام وبجبله وبلاذقيه وبحلب. صحيح ان شاء الله. يعطيكم الف عافيه، شكرا لوجودكم، واكيد بدنا نوصل تحيتنا لكل اعضاء الفريق ونقول لكم يعطيكم عافيه وين ما كنتوا بالشام باللاذقيه او بحلب. شكرا لكم، يعطيكم العافيه، وتحيتنا لكل الفريق اللي معكم، جهود كبيره عم تقوموا فيها، واكيد تحيه لكل الشباب السوري المتطوع الموجود على الارض عم يحاول يقدم المساعده ضمن امكانياته اللي بيقدر عليها. هو فعلا هو شعب يعني الشباب السوري بالازمه يعني عن جد بكبر القلب، يعني هو قلب واحد اللي يجونا الشباب انه بدكم مساعده بدكم فزعه بدكم نطلع معكم، فهو عن جد شباب بكبر القلب، فكمان تحيه كثير لهم. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا لك.